عرفناه بغنية يا مالي علي ينظري نجاح كبير. كيمو يجي لتونس يبقى مدة طويلة ينشط يخدم برشا أغاني وبرشا كليبات، يرجع من جديد بالجديد كيمو. مرحبا كيمو. نعم، تحية كبيرة للأشقاء في ليبيا. أكيد أحلى تحية. بقيت عامين تقريبا وشهرين مستقر في تونس، وبدلت حياتك الكل على أساس إقامة شبه دائمة في تونس. شو اللي صار باش بدلت البرنامج؟ والله كنت طبعا داير أنا كونترا مع أرمستا، وبعد فسخنا كونترا بالتراضي، رجعت ليبيا درت كونترا مع شركة إنتاج جديدة، شركة فايب بإدارة الأستاذ إبراهيم السوسي، فخدمنا مع بعضنا، عملت موسيقى جديدة، مشيت مصر درت شوية شغل. يعني علاش فسخت العقد مع أرمستا؟ والله هو حب يلهب بشغل متاعه، وأنا حبيت نعمل موسيقى يعني مع نفسي، يعني بالتراضي تم الموضوع، لأن توا أصحاب أنا وياه ونتواصلوا مع بعضنا، وقت جيت قابلت أنا وياه، يعني أمورنا واضحة مع بعضنا. يعني التجربة اللي بقيتها في تونس مع أرمستا وين فادتك ككيمو وين ما فادتكش؟ والله فادتني ككيمو، عمل لي دالي إضافة يعني واجد، يعني زاد لي إضافة يعني شبه أعمالي الكل مع أرمستا، يعني كان سبب كبير جدا في شهرتي. الفترة اللي ما فادتنيش فترة الكورونا، لأني مع فترة أغنية يا مالي انظري وقت ضربت ما خدمتش بيها، ما حسيتش بالطعمة متاع الانتشار متاعها، والحمد لله توا في موسيقى وفي كل شيء وكل شيء تعوض. يعني الغريب أنه بالحق أنك زرعت يا مالي علي انظري لكن ما حصدتش النجاح متاعها. الله غالب، هي ظروف، هذا وباء، يعني إن شاء الله ربي يبعد على الجميع، فهذه حاجة مش في طارنا، يعني حاجة مش بيدينا. يعني الغناء مش موجودة في الشان متاعك؟ في الشان أرمستا. إيه الشان أرمستا. علاش خليتش الغناء كذلك موجودة في الشان متاعك؟ هي كانت ما عنديش شان، كان أصلا في الأصل ما عنديش قناة على اليوتيوب، وقناة أرمستا كانت كبيرة يعني ما شاء الله، يعني وقت تنزل عندها يتحقق نجاح أكثر في قناة أرمستا، فقررنا أن تنزل عندها هو، والحمد لله نجحت وكسرت الدنيا. تنوي أنك تعاود تهبطها في الشان متاعك؟ شنو هي ما شاء الله الأغنية يعني عملت نجاح كبير، والناس كلهم عرفوها وقاعدة لعن توا الناس متفكريني بها، لكن توا الجديد الجديد. خلنا نسمع شوية من يميلي علي ينظري هكا. لا 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 يا مالي علي ينظري حرم لي غيرك نلتفت أنا، يا مالي علي انظري حياتي في بعدك تمت مش حياة، يا مالي حرم لي غيرك نلتفت أنا، يا مالي علي انظري حياتي في بعدك تمت مش حياة. يعطيك الصحة كيمو. ذكر الأغنية عاملة 25 مليون مشاهدة في الشان متاع أرمستا، عملت برشا فيتات، أمتى تجيني، يا وعدي، صب أنت، خمسة وخميس اللي عملتوها زكي كيف مع ماستر سينا سليم هف، يا دنيا مع عيسى زكي كيف بودردف، يا زمان، ماضي. أغلب الفيتات هبطوا في الشان متاع أرمستا، هذا كان استراتيجية خيار؟ كانت خيار بيناتنا صح، يعني الأعمال اتفقنا عليه إنه يهبطن عنده، يعني باتفاقية بالتراضي يعني بكل شيء. يعني الحكاية هذه ما تكبرش الشان متاعك، الشان متاعك
فيها توا تقريبا 30,000 متابع، ما تكبرش لانه كل الاغاني نتاعك قاعد تحط فيهم في الشين نتاع ارمستا. والله هي نفس الفكره، يعني لو دلك يعني كانت القناه نتاع ارمستا اكبر وكانت الفتات يعني الاغلبيه تكون الفكره منه هو مش فكره مني انا، يعني فهمت عليا؟ فعليش يعني اخترنا ان تنزل ينزل عنده. وفي اغاني يعني نزلت في الشين نتاعي، يعني في تركات عنده، في تركات عندي، وفي تركات نهبطوا، في تركة بطلاً للمهف سيد المهف وجهله تحية. ف يعني كل شيء يعني تم بالتنسيق وبالحب. يعني كان فما اتفاق ما بيناتكم كذلك انكم تكونوا موجودين في حفلات؟ آه. خدمت بالكدا في تونس ولا ليه؟ خدمت، لا خدمت الحمد لله. بأي نفسية رجعت لليبيا؟ والله بنفسية حلوة، بروح جديدة، بنفسية جديدة، بجو جديد. يعني ما تعبتش نفسانيا لانه كنت معلق امال في تونس وكنت حاطط مشاريع في مخك وكنت معمل على انطلاقه من تونس، تلقى روحك من بعد ما تاقلمت على الجو في تونس ترجع ليبيا من جديد؟ والله هي تونس طبعا نحبها برشا، ونص ذكرياتي معها تونس، ونص ذكرياتي يعني موسيقتي وحفلاتي واصحابي وكذا كل شيء. لكن شنو حتى ليبيا يعني توا في إضافة جديدة وفي شغل جديد، فهمت علي؟ يعني في يعني كيف ما تقول جددت حياتي في ليبيا مع الشركة الجديدة، يعني شركة فايب. والشركة هذه بشنو وعدتك؟ والله هي وعدت ونفدت نفس الوقت، يعني وعدت يعني أول ما بديت معاه في الشغل طول نفدي شغل. يعني هو طبعا مدير شركة منتج كبير في ليبيا، إبراهيم السوسي وجه له تحية. أول ما قعدنا بعضنا وما روحت قعدنا بعضنا قال لي راو نحن بنعمل. قعدت معاه أسبوع ولا أسبوعين طول، قال لي تمشي مصر تعمل ألبوم، يعني حكى وعد وفا في نفس الوقت. يعني وعملت ألبوم في مصر، عملت فيترينج عملت كم فيترينج في مصر، عملت موسيقى في ليبيا، وإن شاء الله الجديد إن شاء الله. إن شاء الله جديد الأغنية اللي بيشتهبط الليلة إن شاء الله، عنوانها روح. روح روح هي نفس جديد. نفس جديد وجو جديد كيمو جديد روح. كيمو ما جيتناش وحدك، فما مغنين من ليبيا زاد كيف موجودين معاك تخدموا في شكل تيم متكامل. أكيد باش نستقبلوا لأول مرة بحذنا خالد الكت فرج الفيتوري. مرحبا بكم. الكل من بنغازي ولا لا؟ كل من بنغازي. كل اولاد بنغازي، مرحبا بكم. اللوك نتاعكم لوك رابرز. رابرز هذا رابرز وهذا فنان عربي. شو اللي هزكم للموسيقى؟ هزنا الموسيقى ممكن تقدر تقول الواقع يفرضك، فهمت؟ يعني مثلا نحب الشيء، فهمت؟ نحب مثلا ندير حاجه مميزه، فهمت؟ نرسم، نغني، اي حاجه تكون حاجه سمحه نديرها، فهمت؟ لشكون كنت تسمع في ليبيا وانت صغير ومتاثر به؟ توانسه، كنت نسمع في توانسه. كنت تسمع توانسه؟ اي توانسه. بالتي كنت نسمع له، كنت نسمع له واجد بالتي. فرج شو اللي هزك للموسيقى؟ والله انا هي الموسيقى نحبها من صغير، يعني نحب الموسيقى ونحب البرامج الموسيقيه وهيك، يعني موهبه من صغير. تسمع طربي اكثر؟ والله الناس مع في ارام بي هيك، ناس الفنانين ممكن مش مشهورين برشا، يعني نحب نسمع الهيب هوب، نحب نكتب الاغاني. باش نعمل معاكم لعبه باش نتعرف عليكم، شكون فيكم؟ انا مش انا. شكون فيكم مازال يقرا؟ كيمو انت القرايه نسيتها. برغم الشغل وبرغم السفريات نتاعي، يعني نسافر برشا هكا هاو. خديت القرار. انت المستوى اللي وصلت له جامعه فين اختصاص؟ اعلام. خالد جامعه اقتصاد. اقتصاد. افراج انا متخرج من معهد عالي وقاعد نكمل في جامعه. فين مجال اقتصاد؟ اداره اعمال. اداره اعمال واقتصاد. علاش ما قريتوش موسيقى؟ كان معهد مشهور اسمه معهد علي الشعالية، يعني هذا معهد يعني معروف في ليبيا برشا. هذا قريت فيه انا لكن ما قريت شيء برشا، يعني قريت فيه يعني مده قصيره، بعدها يعني جيت لتونس. يعني خالد عملت اربعه تراكيت راب
فما اكثر لكن ما نزلتش ما هبطوش يعني على اليوتيوب ما هبطوش على اليوتيوب علاش مش عارف الحق ليش انا ما نزلتش في تراكات لكن الحق ما نزلتش ما لهيتش بالموضوع هو شكون فيكم اصحاب بالصغرى كل اللي يجمعكم هو الموسيقى تعرفوا بعضكم اعماركم قديش فراش قديش عمرك انت انا 23 20 20 وكيمو تو وصلت قديش 23 ملي انتم صغار تلموا وتغنيوا وتبنيوا احلام حفلات حتى حفلات كنا نطلع مع بعضنا نغني في حفلات اطفال كنا يعني كنا داخلين في فريق الموسيقى. اطفال نحن مقبل يعني داخلين في فريق اطفال مع بعضنا بدينا موسيقى من احنا صغار وتغرمنا بها وكبرنا بها يعني شكون فيكم لقى في البدايات موجة نقد على الموسيقى نتاعو مش انا يعني فما تقبل الناس قبله بالاخص راب قبله كي مش انا وعلى المشاكل اللي لقيتها في البدايات في نوع يعني كيف ما تقول في ناس يعني يبغضوك لانك انت وصلت للشهره او المستوى الباهي يعني يحبوا مثلا يهبطوا يعني يقول ولكن الحمد لله يعني انا يعني ما نسمعش مكمل وكذا لكن فما ناس يعني حتى في التعليقات تسمع تعليقات تشوف حتى سبان مرات توصل حتى في سبان في العائله يعني لكن هكا في ناس هكا عقليتها يعني في ليبيا من المفروض يكونوا فخورين انه فما جيل نتاع مطربين ومغنين طالعين في ليبيا معناتها هذا فخر فما ناس فاهمين الشيء هذا فما ناس يعني الناس المثقفه والفاهمه وكذا فما ناس مش فاهمين يعني الشيء هذا لكن ان شاء الله مع الوقت يفهموا مغنين ليبيين كبار يتفاعلوا معاكم ولا ليه اكيد شكون كيمو يتفاعل معاكم انا اصدقائي كلهم يعني انا حتى يعني اغلبيه الفنانين المغنيين الكبار اصدقائي مش بالضروره من جيلك انا احكي على فنانين كبار مثلا وليد تلاوي السوكني اسماء سليم هذوما كلهم يعني وليد تلاوي انا لحنت الاغنيه احمد السوكني كان في مشروع ان نعمل له اغنيه بعد هو سافر وكذا اغنيه يعني كلهم يعني علاقتي بهم جيده ويدعموا في الشباب يعني الحمد لله يعني في دعم الفنانين فرج فما مغنين كبار مش من جيلك اعطاوك ملاحظات دعموك والله انا فنان واحد هو نافع بس يعني اخي نحن اصلا في الشرق هم في الغرب في عندنا فنانين في الشرق يعني واجد يعني بس ما عنديش بهم اختلاط واجد شكون الفنان اللي داعمك اللي قريب منه؟ والله انا تعرفت عليه في شركه فايب فنان قدرها حبيب نجول له تحيه حتى هو تعرفت عليه في الشركه واعطاني شويه نصائح منه يعني استفادت منه. شكون فيكم وصل خمم في الاعتزال الفني؟ انا فرج علاش؟ والله انا اخذ تراك درتها يعني جاب ترند الاول في ليبيا وخش ترند تونسي فمن قلت ترى كرب انا حنعتزل. اني يعني ما جيتش شركات منتجه في ليبيا اني يعني نصرف على الفن واجد تميت نصرف اني يعني على الفن وما فيش اي مقابل ليا فكنت اني يعني بنعتزل الفن فكلمتني يعني كلمني المنتج بريم السوسي يعني اسمع له تحيه قاعد خلف الكواليس قال لي انا مع يعني معاك وكمل مسيرتك وجابني تونس انا ويعني وغيرت فكرتي وحبيت نكمل الموسيقى يعني خالد شو اللي صار باش انت خممت انك تقدر تقول عراقيل نفسيه كي فتره ضغوطات اي بني ادم يمر بضغوطات نفسيه فتقدر تقول السبب الرئيسي اللي خلاني نرد للموسيقى منتج ابراهيم سوسي طبعا شركه فايب هو اللي خلاني هنا نرد موسيقى واضح فراج باش نسمعوا اغنيه طمني فراج الفيتوري طمني فرج طمني غنية حزينة والله شو نقول لك هو يعني الأغنية هذه يعني تحكي علي مشاعر الناس كلها يعني الأغنية تحكي علي مع أي حد صاير مش الحاجة هذه اللي نغني فيها صايرة مع أي واحد يعني مش غني فيها يعني في حد ذاتي ناي صايرة معي أنا صايرة مع الناس كلها يعني وعشت جزء منها أنت ولا ليه؟ والله تقدر تقول عشت تكي وأوكي قصة حب فاشلة؟ مش قصة حب فاشل احنا تونا الحب في ليبيا ما نحن الليبيين في نسبة حشم واجد بكي في ليبيا نسبة حشم ما تقول نحب ولا ما نحبش فيها ما تحشموا بعض نحن تحشموا واجد بكي تقول عادات وتقاليد اكي عاداتنا وتقاليدنا انك تقول انك عشت قصة حب حاجة معيبة في ليبيا ايه عندنا هناك عندنا قيد اقول لك ما تقدرش
تقدرش. هي مش حاجة معيبة، هي هو يحشم باش يقولها قدام الناس يعني، فهمت علي؟ لكن بينه وبين روحه الشعور موجود يعني، فهمت علي؟ واصحابه واهله اكيد عارفين الشيء هذا، لكن بين الناس في الشارع يعني يشوف فيها ان فيها حشمه بسيطه يعني. لكن هي مش معيبه يعني، الحب الحب الرسول عليه الصلاه والسلام حب يعني، كل حبه يعني كما قال لك كيمو يعني. دونك في الاغنيه اللي سمعناها فما جزء يحكي عليك انت، فما جزء خالد، منين تجيب الكلمات اللي تكتبهم؟ تجربة الشخصيه اكثر تمشي في المعاناه ولا اكثر تمشي في الجو؟ لانه اليوم الموسيقى الراب ولات كيما تمشي اليوم للمعاناه، 80% معاناه و 20% مود، هي حسب المود يعني، فاهم؟ كالمودي مثلا حزين نكتب حزين. ايمو اش تحس كي رجعت ليبيا؟ والله اسمعني يا راهو روح جديده، فهمت علي؟ لاني انا يعني كبرت يعني، يعني كبرت في 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 موسيقتي وفي حياتي في تونس، بعد رجعت في روح جديده كاني كيف جاي يعني من جديد. والحمد لله يعني، يعني الحياه ردت معايا، الشركه وقفت معايا، عملت شغل جديد، عملت جو جديد. عملت فيتات ولا ليه؟ عملت فيت انا وفنان مصري اسمه اسلام شندي، نوجه له تحيه حتى هو. اللي غنى مع محمد رمضان، بلالين. وعندي فيت مع خالد. اي ان شاء الله في حاجه مع سلم هف، وفي ان شاء الله مع ارمستا، غادي نشتغلوا وننجو ماشي الموسيقى ان شاء الله. دونك حكيت على الفيت اللي مع خالد، صعب الفراق. صعب الفراق خالد وكيمو. خالد فرج كيمو، عندكم خدمة ثلاثة مع بعضكم؟ عن قريب إن شاء الله، غادي نحضر في حاجة إن شاء الله. شنو نوع الأغنية اللي باش تكون؟ الله نعملوا حاجة هيك واقعية، تكون حاجة على الدنيا، إيجابية. حاجة واقعية إيجابية. واقعية أما إيجابية. إيجابية وإيجابية. وعندكم خدمة مع وسن الفنانة الليبية كذلك؟ والله إن شاء الله عادي، إن شاء الله نقوله في المستقبل إن شاء الله يكون في شغل بيناتنا بإذن الله. نحب نشكركم برشا. عايش. نذكر أنكم جيتونا اليوم بثلاثة أغاني جدد إن شاء الله. كل التوفيق. فرج خلي كلمة الختام. والله أول حاجة نتشرف بك. يعيشك. ولي الشرف إني في تونس وبجمهور تونس. مرحبا بك. مرحبا. وإن شاء الله تقدر مش أول جاية لنا في تونس، والحق يعني حبيت ترحيب تاع تونس وحبيت جو تونس وموسيقى تونس، وان شاء الله ديما ملتمين على الخير، وان شاء الله ديما موفقين ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك خالد. مشكورين واجد، مشكورين واجد على البرنامج، ومشكورين واجد على الدعم تقدر تقول، فهمتني؟ ومبسوط واجد لهنا مستضيف اليوم في البرنامج فكرة سامي الفهري، وان شاء الله جديد اقوى واحلى، واحلى ناس تونس، واكيد احلى ناس ليبيا. بالتوفيق. كيمو شو اللي باش تضيفوا على اللي ما قالوهش هما؟ اكيد اول حاجه انا مبسوط معك هادي، وانا زيدا مرحبا بك، ومبسوط بجمهور الحلو هذا. ثاني شيء بنوجه تحيه خاصه جدا يعني، ويعني لا فضل تو علي يعني باذن الله استاذ ابراهيم السوسي. تحيه لاهلي، لعائلتي، ناسي، تحيه لكل حد اشتغلت معاه، وان شاء الله الجديد احلى واجمل ان شاء الله. مرحبا بكم. شكرا فرج خالد كيمو، يعطيكم الصحه والتوفيق. كهربة تمشي، كهربة تجي. الكهربة متاعنا الجولف ويت، السيارة الحدث، سومها 137 مليون. بعد أسابيع قليلة الكهربة باش تخرج، تنجم تكون من نصيبك أنت اللي تتفرج فينا. سهل برشا، جرب حظ الأيام الأخيرة، وعلاش ليه الكهربة هذه ما تكونش من نصيبك؟ خذ تليفونك، ابعث اس ام اس في حرف أ على الرقم 85811، أ على الرقم 85811. حظ سعيد للجميع. تعدى في الحلقة الرابعة من برنامج يستحق مع الزميل جعفر القاسمي، الحلقة نتاعو لقات ردود فعل إيجابية. يجينا اليوم نسأله على الجديد، على أخباره، نستقبله. مبروك اليوسفي.
سيدي فوق. مبروك. مبروك، مرحبا بك. تعديت مع جعفر القاسمي في برنامج يستحق نهار 21 نوفمبر 2023. الحلقة متاعك تسميت حلقة الفرصة الثانية. غلط، خلصت سنوات من عمرك في الحبس، استهلاك عنف أكثر من مرة، آخرهم 5 سنوات. نادم، تحب من الحياة فرصة أخرى. برشا ناس تعاطفت مع الوضعية الصحية لولادك. كيفاش تقابلت مع جعفر القاسمي؟ والله ولد حومتي هذاك اللي مشى له قابله وحكى له وضعيتي أنا، وجاو ماسي جعفر وجاوني للدار. كي شاف الحالة وقت ذاك تعديت الحلقة متاعي يعني. به خلينا نتذكر الحلقة متاعك، نعاودوا نشوفوا أهم التصريحات، أهم تقال على الحلقة متاعك في التقرير هذا. شوف معايا. برايك مواطن تونسي، ولد شيارة، غلط وندم، خلص حبسه بالدقيقة وبالثانية. ندم ندمش هذه الزدريت، علاش يقول لك واحد ندم عاش يفيده؟ خاطر الإنسان اللي روخ زريت إذا كان حاجة ما يعرفش كيفاش يتصرف فيها من الأول، من بعد ما يعرفش يخرج منها رو. مشيت خليت صغير عمرهم شهرين توما، ولدي خليته عمره عام ونص. التحقيق معناها سخفته على الآخر، قال لها جيبي لي سقدابة خنطيح حلو ضريبة معناها. ندور كلمة هبول في الحبس. 5 سنين عطاني فيهم 6 شهور حبس. الحبس راهو يوجع سقط وراهو يذل الراجل صاحبي. كانوا باش يطلقوا عظنا، ربي سبحانه كرمهم بصبي بزوز توامة بنات. بعد ما جاوز بناتك عطى معاهم خويا شهرين ومشيت الحبس. في باليش بيها من مرضى صغار يعني. انا مرتي ما قالت ليش. نتمنى انا قلت لك ولدي يقول لي يعطيني الحاجة هذيك ولا يسمي لي حاجة بسمها. ما يتكلمش وما يعرفش وما يكلش وحده، وحتى روضة وحتى الصوت المقبلهم لي. أنا نتمنى في حياتي ولدي يجي نمشي نويا للستار نتفرجوا في دورة على الكلوب، نحكي معك موجوع ماليش بلاي، نحكي معك نضحك ولا نلعب بلاي غادي حكايتي. أنا صغاري هذوك بحاجتي بهم في الدنيا يرجعوا لي خويا برجلين، ما حاجتي بحد شيء. حتى شيء. أقسم لك بالله العظيم لا حاجتي بشيء، حاجتي بقى صغيرة يا أخوي يرجعوا يتكلموا ويرجعوا يمشوا ونحبوا يلبس منديل وكرتاب ويدخل يقرا في الليزي وأنا نفرح بيه ونلعب له ولا الكل. أنا خمنت في الحلقة مش نازل صغاري وبرتي وماشي يعني. يا أخوي. أنا مش لازم نمشي أخوي الدولة ذي ما نتمنى حد شيء. أخوي أنا عزيزي من السونتر أنا مرة فاتت هذيك قالوا لي الواحد فيهم برك ب 450,000 معناها في الشهر 3 صغار 1,350,000 وأنا تمشي تشوف الحانوت اللي عندي حتى 500,000 ما تجيش فيها سلة ولا 400,000 ما حاجيك باش تنجح. أنا حاجتي باش نشوف هو يتحرك قدامي يطلب في حاجة. علاش يا ربي حياتي هكا هموم وليعة وتنكيد؟ ملقيت لشكون التكة جيتك تايه برفع ليد. نستنى في كلمة بابا عندي 12 سنة من اللي عرست أنا. إلا غالب غلطت غلطة كبيرة ياسر بقيت نعدي فيها لتور ربطي ما فتليش. أعطيني موال متاع أمل خويا. مولا بيتي جا. الله علي. مولا بيتي جا يا هلا لا يشعلكم فيه يا هلا لا دوري دوري. يمشي. دوري حويد أبوي. عاودوا. يا رجال لا لا قولوا معايا. مبروك. علاش تبكي؟ وان شاء الله ثم تفاعلات وان شاء الله ثم كان الخير ويرحم والديهم يا خويا سي جعفر ومدام نور هذيك يرحم والديهم وان شاء الله ربي يبقى لهم الستر. خويا وصلوا لي صوتي هنا ان شاء الله صغيراتي على قريب تبي تحسنوا خويا ان شاء الله يا ربي. كيفاش كانت ردود الفعل بعد ما تعدت الحلقه في التلفزه؟ والله برشا عباد جاوبت معايا وبعثت لي كومنتات وبرشا عباد حتى في الحومه زاده وفي بالهمش حتى في الحومتي وفي بالهمش فهمت؟ ايه برشا عباد لاباس صغيرات يسالوا ان شاء الله ربي يشفيهم كومون ثلاثة دباهين فهمت على التليفون وان شاء الله اللي جاي خير. المساجات حاجه باهيه. نعم. اما باش نداويو الاولاد الصغار مش بالمساجات نتصور. نعرف في بالي يلزمها معناها سونتر وان شاء الله على قريب ان شاء الله ربي يسهل سي جعفر معناها باش يشوف لي سونتر باش يحطهم لي كلمه شكون واللي في خير ربي يسهل فيه سيدي. معناتها فما ثم امل ثم خبر به ان شاء الله ربي يسهل فيه اللي هي متى تضم على قريب معناتها هو سي جعفر باتصال معايا كل يوم معناتها الصغيرات قريبا جدا يمشيوا للسونتر ويقراوا وان شاء الله ربي يسهل لهم. كنت تتقلق قبل قلت من نظره الناس بعد الحلقه تبدلت نظره الناس ولا ليه؟ راهي ثم برشا عباد راهي تحن وحتى يبداش هو ما نعرفش شكون راهو كيشوف حاجه كيما كيك هو اللي يجي عليه باش يحن فهمت
معناها الحاجه هذه يعني موجوده فينا احنا كي مسلمين، احنا كي ما نحنوش بالحاجات هذوكم وما نشوفوش احنا معناها حل ثلاثه صغار الدوله هذه كما حكيت انا. وانا نسال موضوع معادي برشا حبس خويا، وبنت الناس تعبت في جرتهم زاده وحدها، ومعناها ما انا نحب ما فهمتش انا والله العظيم اقسم بالله تعب فيهم حتى لتو، فهمت كيفاش خويا؟ تعبوا يتعبوا ثلاثه اجي تي يتحركوا برشا، ولدي ما يعرفش حتى شيء، فهمت؟ بناتي الزوز هذا كيف كيف هم ثلاثه بالكوش تو، فهمت؟ معناها ما همش ناقصين حاجه، ماهيش حاجه مستحيله، معناها ما همش معناها ثم حل يعني بشويه، معناها كيما نقولوا احنا مخارطه بشويه اندماج في سونتر في كذا يولوا مرقلين ويرجعوا جاهم به. جاوك ناس حبوا يعاونوك ماديا يعطيوك فلوس؟ لا والله لا ما جاني حتى لتو ما فماش. وحده برك من فرنسا ماري فات بعثت لي، مش حاجه كبيره معناها حاجه منطقه صغير. يعطيها الصحه. يعطيها الصحه يرحم والديها نار، فما نحكي لك يعني. معناها مش باش يقري معناها في سونتر ولا كذا ويرحم والديها، فهمت؟ اكثر حاجه تقلت لك انت سخفتنا والا الاولاد سخفونا؟ والله الزوز وكيرا واحد انا شلقت بهم صغاري، فهمت؟ ما نعرفهمش انا في باليش بهم، انا اليوم مرضى وبنت الناس هذه يرحم والديك ووالديها اخويا تعبت معايا وما قالت ليش حتى اني روحت باش انا معناها ريتها الحكايه على عيني، فهمت كيفاه؟ ونطلب لهم الشفاه خويا هذه انا وذاك مرتك بعد ما تفرجت يعني. في الحلقه شنو تاثير الحلقه عليها؟ والله تحس في حاجه معناها باهيه بتصير لهم، باش يوليو هما مرقلين فرحانه معناها، فهمت كيفاه؟ معناها تحس في ثم معناها ثم ريزلتا باش تصير لهم الصغار ما يبقوش معناها في الدار، عندي انا هما في الدار توا عندي انا هما معناها ما همش لا في روضه لا في سونتر، عندي عام ونص من اللي روحت انا عندي انا في الدار ولا عند امهم ولا، فهمت كيفاه؟ مبروك نفسانيا ارتحت شويه وقت اللي تكلمت في التلفزه؟ اي نحس في روحي معناها تفرهدت ونقول معناها متفائل، فهمت كيفاش؟ معناها يعني ثم بحول الله ما ثم قلوب باهيه في تونس وثم حتى بالخارج وثم ناس تحس، وبحول الله تو ربي معناها كما نقولوا احنا اقل مسبب ويمشيوا للسونتر ويتريوا بحول الله السميع العليم. ثم مبروك جديد؟ والله ثم نظرت ثم بعد الحلقه بالضبط زاد حسيت روحي باش نعيش في الحياه هذيا ونحيت الفكره نتاع الحرقه هذيا من راسي وليت نحب نعيش فيها ونجيبها من جانب اخر ونشوف صغيراتي مرقلين ويمشيوا يقراوا وكذا وتوليت تحب الحياه، فهمت كيف؟ الغناء ايش عملت مع الغناء؟ والله هيك انا راني عندي شويه ماني ما نحفظش، فهمت كيف؟ عندي صوتك هاو وصوتي تحب خويا سموك حويجه مثلا ما حضرت ايه ترى سمعني حاجه هكا ليلي يا ليلي عيني يا 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 با يا مانا 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 يا مانا 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 يا مانا 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 يا يا ليلين يا أنا والدي قال لي توب واخطاك جميع المعاصي يا والدي مكتوب والعين لازم يقاسي يا ليلي يا 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 با يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي يا يا حبيبي داخل الحومة قدام الدار لما ملمومة وجوني يومة وقالوا لي البركة فيك جوني خالاتي وقالوا لي ربي يهديك اش بيك التوا وامك حبت توصيك ساقي حفيانة ونجري حتى للشبانة جوني الدفانة وقالوا لي البركة فيك قد أمي نيمانة ما تحطوا عليها التراب قد أمي نيمانة ما تحطوا عليها التراب يا 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 ما مبروك الغناء وين تعلمت؟ والله الغناء ملينا صغيرة كيك ندندن، فهمت كيفاه؟
وناس مع شويه مزو شويه كذا ونبدا شكون تسمع شكون اللي عاد ولا وليد الصارحي ولا وليد التونسي فهمت ولا نور الدين الكحلاوي هيك الناس ما نحفظش المشكله ما نحفظش معناها نتبع شويه برك تحب تمتهن الغناء اكيد دي عندي صوت الناس كل حكيت لي الحكايه هذيا وديجا عندي اسمع تو شنو رايك اعطيني انت رايك الجمهور هو اللي يعطيك رايك الجمهور شنو رايك الجمهور والفرقه الموسيقيه يعطيو رايهم انا نقترح انه الفرقه الموسيقيه تصاحبك في حاجه ليش كنت تحب تغني معناتها ولا غني الاشرف مثلا هذيك اشرف متوحش يوم نغنيو حاجه لاشرف الله يرحمه دونك مبروك اليوسفي مبروك اليوسفي الغناء ان شاء الله يولي احتراف بالنسبه ليك على خاطر سمعت اللي انت ناوي تحط في قلبك وانك تعمل فرقه خاصه بيك وتخدم مورد اخر للرزق وزاد كيف كيف هوايه وموهبه عندي خويا صوت وعندي سفر وانت ياك سمعت وعطيتني رايك انت يعطيك الصحه عايشك صوتك محليه احساسك محليه زاد كيف كيف ان شاء الله يا ربي تسجل تعمل تعمل اغاني تعمل البومات تعمل كليبات ان شاء الله بشويه بشويه ان شاء الله زاد كيف كيف الاولاد نسمع لهم اخبار باهيه عايشك راه مولديك خويا نخلي لي كلمه الختام مبروك والله ان شاء الله ربي يسهل وكل الصغيرات كما قلت لك انا يمشيوا يقراوا ونشكر بنت الناس هذه اللي هي تعبت معايا برشا وتعبت مع صغاري خويا وهذيك تاج معناها هذيك تاج راسي وهذيك كل شيء في الدنيا عندي انا ان شاء الله ربي يبقى لي ست وان شاء الله ربي يسامحني في حقها يا خويا ان شاء الله ان شاء الله نشكرك برشا نشكر مبروك اليوسف يعطيك الصحه شكرا لك كهربة تمشي كهربة تجي الكهربة نتاعنا الجولف ويت السيارة الحدث سومها 137 مليون بعد أسابيع قليلة الكهربة باش تخرج تنجم تكون من نصيبك أنت اللي تتفرج فينا سهل برشا جرب حظ الأيام الأخيرة وعلاش ليه الكهربة هذه ما تكونش من نصيبك خذ تليفونك ابعث SMS في حرف A على الرقم 85811 A على الرقم 85811 حظ سعيد للجميع كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري شكرا لكل الضيوف شكرا لكم على الوفاء والمتابعة شكرا للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقية المايسترو خالد بن عيسى نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس الموعد بابا نسكن سبحانه خير